مع حلول فجر أول أيام عيد الفطر، أدى أكثر من 60,000 مصلٍ صلاة العيد في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم التواجد الكثيف لقوات الاحتلال والتشديدات الأمنية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى. صلاة العيد 60,000 من المصلين من أهل بيت المقدس، واقتصرت صلاة فقط على الشعائر الدينية الاحتفال بهذا العيد بسبب ما يصيب أهلنا في غزة هاشم. نسأل الله سبحانه وتعالى الفرج العاجل القريب لأهلنا في غزة رب العالمين، وأن يعيد هذه المناسبة باليمن والبركة على الأمة الإسلامية والعربية بإذنه سبحانه وتعالى. برغم الآلام والمآسي والجراح ووجع أهلنا في غزة اللي هو وجع الأمة جميعها، فبسبب الجرح اللي لم يندمل حتى الآن اقتصرت مظاهر العيد في المسجد الأقصى على الشعائر الدينية وعلى صلاة العيد. لم يكن هناك مشاهد الفرح التي اعتدنا عليها في كل عيد في المسجد الأقصى، المهرجين والبلالين والاحتفالات ومظاهر السعادة للأطفال، أهل القدس حرموا أنفسهم منها تضامنا مع أهلهم في غزة، لأنه هذا أقل واجب على أهل بيت المقدس، أقل واجب تجاه أهلنا في غزة. الله يصبرهم ويثبتهم ويعيد هذا العيد علينا وعليهم بحال أحسن من الحال بإذن الله تعالى. من مظاهر العيد بس إنه كان في صلاة ولا هدايا ولا إشي ولا مهرجين ولا بلالين، تضامن مع أهلنا في غزة وعشان بس كان في صلاة عيد. وبرغم العدوان المستمر على أهلنا في قطاع غزة، والذي التزم وأعلن خلاله أهالي القدس منع أي مظاهر احتفال أو فرح في المدينة، عدد كبير أيضاً ممن منعهم الاحتلال قصراً من دخول المسجد الأقصى بأوامر عسكرية أقاموا الصلاة على مقربة من الأبواب في البلدة القديمة. التكبيرات، الزينة والاحتفال كلها من طقوس الأعياد في مدينة القدس، إلا في هذا العام الحزين الذي اجتمعت خلاله العائلة المقدسية لتقرر اقتصار هذا العيد على الشعائر الدينية فقط. مدينة القدس والتي لطالما كانت العاصمة والقبلة الأولى للفلسطينيين تشهد اليوم ركوداً اقتصادياً وتجارياً ومنعاً غير مسبوق، إلى جانب إجراءات من قبل سلطات الاحتلال قللت نسب الوصول إلى القدس أضعافاً عن الأعوام السابقة. راما يوسف، القدس.